كنا نعرف حكايات بقع كرك والغول، أشكون ما حكايتها لوش من ماتوا في صغرته وما يتفكرهاش ولو البعض منها ولو كلمات. مرة نقرأ في كتاب فرنساوي متاع حكايات، لقيت حكاية تشبه لهذه، هي ماي الحكايات اللي كل تتسلف من بعضها، وساعات تحكي لكم حكاية من الأندلس ولا من الهند ولا من الجابون، وهي كأنها حكاية من حكاياتنا، وتلقاها في أغلب الأوقات ما تختلف على حكاياتنا إلا في بعض جزئيات. هذا يا سيدي قال لك واحد تارزي قاعد في حانوت يخيط، تعدت امرأة تبيع في المعجون شراها من عندها وقية، وعنده خبزة في الحانوت قصها شق على اثنين وحط هاك المعجون على شطرها باش يفطر، وقعد يخيط حتى يكمل باش يفطر، واذا به ذبان الدنيا والدين تلم على هاك الطرف الخبز هذاك بالمعجون، بدا ينشي بيده ضربة من الضربات لصقت يده عن في المعجون، كيف هزها يلقى 7 ذبانات لاصقين فيها. قال شنوه انا اعباري 7 في ضربة واحدة نطيح 7 ارواح وما زلت قاعد في هالبلاد هذه، هالبلاد هذه ما عادش ترفعني، ما عادش من قدري، انا تارزي زادة. لا يا سيدي، وجبد فصل طرف قماش عملوا محزمة وترز عليها هذا عباره 7، وهو راهو حيد موشفن ذميم ربيع كارته كما يقولوا بنفخه طيحه مش بكف. خرج يدور لك في البلاد يا سيدي، اللي يشوفه يقرا هاك الكتيبه هذيك ينقز يجي الغادي، حتى وصل باب البلاد خرج فتكم بالكلام، كيف جاء مش يخرج من الحانوت عنده طرف جبن حطه في مكتوبه اعوينه، يقول لك في وجوع في الثنية ياكل، وهو خارج وعصفور حصل في الحانوت بدا يطير ويضرب في الحيوط، بدا هو يحاصر فيه يحاصر فيه حتى شده ورمات مكتوبه. اي خرج من البلاد دخل الغابة يعرض غول طوله عام وعرضه 6 شهور، المنظر متاعه يفجع يطيح الدمار فركايب. قام يضحك الغول، شنو قال له انا نسخيل مش نلقى بلادم كامل باش نفطر بيه، وانت الواه زرسها تاكل وزرسها ما تقعد جعانه وشنو؟ قال له لا انت تنجمني، انت انا اصح من 10 منك، انت هي العمقه، شوف هكتيبه هذه. لا انت، قال له تي شوفوا شكون اصح من الاثنين. قال الغول مليح، استنى، قعد يتلفت ويفركس ومنها طبس هز حجرة وحطها في كفه وبدا ينزل عليها حتى قطر منها الماء. قال له نجم تعمل هكا انت يا؟ قال له ماذا؟ لا يا اخي تخيلني، ولد المرأة ما تحقرش راهو. وخرج هك الطرف الجبن اللي في مكتوبه وطبس عمل نفسه هز حجرة ونزل على هك الطرف الجبن هذاك حتى نبع منه الحليب. قال له أنا الحجرة مش نخرج منها الماء بركة، أما الحليب، حليب أمها نخرجه. ولا الغول يخزر له بعين أخرى. قال مليح، هاو نرمي حجرة ونشوفه تنجمش تيحها أنت قد ما نشيحها لفوق. واختف حجر رماها الفوق في السماء وهبطت. قال عاد هذه هاو شيء، وش بدك العصفور هذاك مكتوبه وشيع وطار طلع على السماء ما رجعش. قال له انا الحجر اللي نرميها ما ترجعش، تمشي في خبري كان، تمشي عند اللي خلقها. ولا الغول مقدره، قالوا ملا الليلة راك من الذافي. قاش به وضرب قلع شجرة، قال باش يطيب العشاء. قالوا تنجم تهزها معايا؟ يزي قال الوحش انت شفت اللي عملته تقول لي نجمشي، ايش معناه نجمشي؟
اي هز انت من القعموره وانا من فوق. هو هز الشجره وخينا نقص شد في فرع منها، وبدا ماشي بيه مش فاطن. كيف وصلوا ارمى الشجره نقز، هو جا واقف قدامها. الغول قدام الغار نتاعو ثم جنينه، والشجر شجره نتاع عوينه، هاك العوينه هذيك طايبه. جبد فرع هبطوا اللوطه وبداوا ياكلوا في العوينه. لكن كيف شبع الغول سيب هاك الفرع هذاك اللي كان مهبط وشد بيدو، ارجع هاك الفرع وخينا شد فيه وما عندوش جهد، ويمكن يدفع 30 كيلو ولا قداش، تشيع الفوق فوق شجرة وجاء الغادي منها. قال له تنجمش تنقز كيفي من فوق شجرة هكا؟ جرب الغول ما نجمش، زاد كبر قدره عنده. أي دخلوا الغار القاوز مع غولة وبرشا أكباش بسلوخين مشتوحين ثم، شعلوا النار كل واحد شوية كبش وبدا يأكل فيه وشد بيد واحدة. أي تعشى أي لا، قال لا لا الحمد لله أنا ما نعرفش ناكل كبش برك، ما نرضى نحرك ضروسي إلا على راس بقر كامل. قالوا على مراد الله توليل نمشي بولك. أي وين نرقد ونرقد؟ قالوا له هاو كفرش. مشات مد فيه. وقت اللي كملوا العشاء وطفاوا الفتيلة باش يرقدوا، أهبط هو بشوية من الفرش مشى البد في تركينا. عقاب الليل سي الغول جايب في يده قنطرة حديد، وجالك الفرش هذاك وقالوا به العرب رحلت. ضربوا ضربة واحدة اللي تغفص 10 منه. الفجر قاموا خرجوا باش يسرحوا وهو يسخيلوه ميت. صبح الصباح خرج كيف شافوه تفجعوا وهربوا كل واحد شد ثنيه. قال هو وقتها هل من مبارز هل من ملاج، لكن ما ثم حتى شيء، الغابه فارغه خاليه. شد ثنيه حتى قرب البلاد، جاء قدام السرايا نتاع الملك وتمد في القاعه والقد. فسيان العسه شافوا قال شنوه، شكون هاللي ما يحشمش هذا جاي راقد قدام السرايا نتاع سيدنا؟ برا يا عسكري تشد اعطيه وحدات وطرده. مشالوا العسكري، هو طبس عليه ويشوف لك كتيبه هذيك في المحتمه نتاعو. اهرب يجري يرجع للفسيان، قال له هذا يا عباره سبعه انا النجمه. كيفاش عباره سبعه؟ مشى الفسيان طل، قال لا يا سيدي خاطيني. تلمت حظبه من بعيد لبعيد حتى حد ما يخاطر بعمره ويقرب له، وهو راقد يجبد فيه كرومبي. الملك خرج للروشن قال له شنو هذا؟ شكون هاك الكلب اللي راقد ثم؟ هزوا المشرقه. خرج لذن من واحد لواحد من واحد لواحد، وصل للضابط بتاع العسى قال استنى، وطلع له يا سيدي. قال له هذايا قال لك عباره سبعه. سبعه؟ ما تقول لي هاي كلام يا ضابط. قال له سبعه يا سيدي. هي نعم، ها هيك مطروزة على المحزن نتاعو. قال واحد كيف هذايا احنا ما نسيبوهش، هذايا نردو قايد المحلات نتاعي. زعما يرضى؟ على كل حال اسمع، ما تمسوهش، خليه حتى يقوم وحده، باكي يتغش ويتمز، شكون يعرف يفنطرش وبعد فنطيرة يعمل فينا فارعة. وقعدوا يستناو فيه سيدي حتى فاق، وتقدموا له باحترام وقالوا له يا سيدي راهو سيدنا يسلم عليك كثير من السلام، وقال لك تعملش مزية تتفضل تطلع تشرب بحذايا قهوة. قال الله يبارك. وتصفوا عساكر العسى ضربين الصف على تعلم وعطين السلام، وطلع في الدروج كل درجة واقف فيها عسكري يبايع. دخل البيت الديوان، قام له الملك، عرضوا في شطر الثنية، كبوا على بعضهم، قعدوا في جنبه، جات القهوة، جات المرتبات، جات كل شيء. قال له ترضاش يا سيدي تكون قائد المحلات نتاعك؟ قال له ايش بيه مليح. قال له لكن يلزم قبل كل شيء تريحنا من هاك الزوز غوال اللي شادين الغابة
ويقتلوا لي في الرعية وكل ليلة عشاهم منهم. قالوا هذه حتى شيء، وين في وجه هذو؟ قال هوج معي وصلوك. خرجوا معهم حلة حتى وصلوا للغابة. قال وحدي، ما نحب حتى حد يجي معايا، مانيش محتاج باش تعاونوني انتوما. لو كان حاجة أقوى من هكا إيه، ما شنو ما هات سيفك أنت. خذا سيف من عند واحد من العساكر وخش الغابة. برا ماشي يتلبد بشوية بشوية حتى لقى زوز غوال راقدين تحت شجرة. بدا يلقط في الحصحاص ويحط في مكتوبه، يلقط ويحط في مكاتبه، ومنها تشعب تطلع لهك الشجرة وتخبى بين الأغصان متاعها، وجبد حصيحصة وبدا يقمر مليح ورماها على وجه واحد منهم. فاق حك عينيه فيق صاحبه، قالوا الواد، قالوا شو الواد؟ قالوا خلينا نقدر شو على نفسي، شو الواد البلاد هذه؟ ورجع رقد أرمال الحصحصة الأخرى. قالوا تو ما تحبش تحشم، اش عملتك؟ اش عملتي؟ ما عملتك وعملتي وعملتك. دزوا ضربوا الاخر، بداوا يتضاربوا، بداوا يتقاتلوا. هاك البقعه هذيك حرفوها، الشجره اللي تيح عليها واحد منهم تقلع، حتى كلاو بعضهم ماكله، قطعوا نقيق، طلعت روح هذا زادت طلعت روح الاخر، ومراغه دم كانه البطوار. وقتها كيف ثبت اللي هو ماتوا، اهبط احشاه السيف متاعه فيك الدم، وزاد مرغد يديه وبلحس وجهه ولا بكله دم، ورجع عينيه تتشاعل، وهو قد الكمشة وطوله ذراع ونصف. امشى ويجري، وهاك العساكر يتفرجوا فيك الزوز موتة، رجعوا للملك حالين فاهم طاقة وساقيهم علاقة. يا سيدي العفو، قال كان صدقته، قالوا له راهو ها مسار مسار. قال عادانا واحد كيف هذايا مش تختار عليها، واعطاه بنته وصحح له في الشطر في محكمته. وهذه هي تقريب حكايه بقع كرك والغول اللي حكاوها لنا الكل احنا وقت اللي كنا صغار.